في سنة 1956 سافر وفود من 4 دول إفريقية إلى لشبونة، مصر والسودان وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، والهدف كان إقناع فيفا بتأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وبعد الحصول على الموافقة تأسس رسمياً الاتحاد الإفريقي، والـ4 دول ما ضيعوش وقت وأسسوا أول بطولة قارية، كأس أمم إفريقيا سنة 1957. لكن للأسف جنوب إفريقيا ما شاركتش في البطولة عشان نظام الفصل العنصري، وبدأت أعرق بطولات القارة بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا فقط. وفي النهاية فازت مصر بأول لقب ليها بعد الفوز على السودان وإثيوبيا، عشان تكون بداية رحلة عريقة فيما بعد للفراعنة في بطولة هم أسيادها لحد النهاردة. ما ضيعش الاتحاد الإفريقي الوقت وقيمت النسخة الثانية سنة 59، وفازت بيها مصر مرة تانية، ولكن المرة دي تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة في ظل الوحدة مع سوريا. وفي نسخة 62 كانت أول مرة تقام البطولة بعد إقامة تصفيات ليها. فضلت البطولة تتأرجح بين إقامتها في السنوات الفردية والزوجية لحد ما تم الاستقرار على إقامتها في السنين الزوجية، وكل سنتين بداية من نسخة 1968 وبمشاركة 8 منتخبات لأول مرة. نظام فضل مكمل لحد سنة 1992 لما تقرر زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة لـ12، وبعد 3 نسخ بس وبالتحديد في 1996 زاد العدد لـ16 منتخب في البطولة اللي استضافتها جنوب إفريقيا بعد رفع الإيقاف عنها. لكن في 1996 انسحبت نيجيريا في الأيام الأخيرة، وأقيمت البطولة بمشاركة 15 منتخب بس. وفي سنة 2010 تم الإعلان عن نقل البطولة لتقام في السنوات الفردية عشان ما يبقاش فيه تعارض مع كأس العالم بعد ضغط كبير من فيفا. وكمان صدر قرار تاريخي بتحويل البطولة لإقامتها في الصيف بدل من شهر يناير، بعد ضغط الأندية الأوروبية اللي كانت بتتضرر من رحيل لاعبيها عنهم في منتصف الموسم. وبالفعل أقيمت نسخة 2019 في مصر بعد سحب التنظيم من الكاميرون لعدم الجاهزية في شهر يونيو، وبمشاركة 24 منتخب لأول مرة. لكن بعد نسخة واحدة بس رجعت البطولة شهر يناير مرة تانية، وفي ظل كورونا ففي ضغط كبير من الأندية الأوروبية عشان ما يخلوش لعبتهم تسافر. وما بين كل الحكايات دي كان هناك حكايات تاريخية في كأس أمم إفريقيا. غانا أول دولة تحتفظ بالكأس للأبد بعد الحصول على البطولة 3 مرات، والكاميرون هي كمان حققت الإنجاز عشان تحتفظ بالنسخة الثانية من الكأس في 2000 قبل ما تيجي مصر وتحقق الإنجاز الأصعب والتاريخي لحد النهاردة بالفوز بالبطولة 3 مرات متتالية عشان تكون ثالث دولة بتحتفظ بالكأس للأبد في نسخته الثالثة. وبعيداً عن المنتخبات كان في شخصيات لها تأثير كبير على تاريخ أمم إفريقيا، زي الجنرال محمود الجوهري أول شخص في تاريخ القارة يفوز بالبطولة كلاعب ومدرب، والمرعب صامويل إيتو الهداف التاريخي للبطولة بـ18 جول بفرق 4 أهداف عن أقرب منافسيه، وديدي دروكبا مهاجم الجيل الذهبي الإيفواري اللي عندته البطولة أكتر من مرة، وبعد اعتزاله بـ6 شهور بس منتخب كوتيفوار توج باللقب لتاني مرة في تاريخه. ده غير عصام الحضري وأحمد حسن أكتر من توجوا بالبطولة بـ4 مرات، وحسام حسن أكبر مسجل في تاريخ البطولة. وبالتأكيد ما ننساش ثلاثية المدرب التاريخي المعلم حسن شحاتة، واللي عمل إنجاز هيكون صعب يحققه أي مدرب تاني، ناهيك عن فوز كوتيفوار التاريخي لأول مرة بالبطولة بإنجاز عدم استقبال أي هدف في تكرار لإنجاز الكاميرون في 2002، وبين جيل زامبيا التاريخي بقيادة إيرفي رينار اللي توج باللقب لأول مرة في 2012 بالقرب من نفس المكان اللي مات فيه الجيل التاريخي ليهم سنة 1992، وبين أن عمالقة زي تونس والمغرب لم يتوجوا باللقب إلا مرة واحدة بس، والجزائر مرتين لحد النهاردة. وفي وسط كل الحكايات دي
ووسط كلام عن تأجيل البطولة بسبب كورونا وعدم استعداد الكاميرون، أخيراً حتقام أمم إفريقيا في نسختها رقم 33، وكل أملنا إن منتخبنا يرجع بالكاس الثامنة من يا ويندي.